بداية قراءتنا في عناوين صحف أوروبا الغربية من المملكة المتحدة، حيث كتبت يومية The Times أن لجنة علماء الأوبئة البريطانيين ستقرر الأسبوع المقبل بشأن منح جرعة ثالثة للأشخاص المسنين الأكثر هشاشة. وأوضحت الصحيفة أن اللجنة العلمية تسير نحو المطالبة بمنح الجرعة الثالثة من لقاح الكوفيد لملايين المسنين، وذلك في ظل استمرار تفشي متحور دلتا وظهور متحورات أخرى تنبئ بقدوم الأسوأ. ونقرأ على يومية ليبيغاسيون الفرنسية أن طاهيتي التابعة لبولينيزيا الفرنسية أضحت منكوبة وبائيا بعد تسجيلها لحالات وفاة أكثر بخمس مرات في اليوم عن ما هو معتاد، مشيرة إلى أن الأسر المكلومة أضحت ملزمة بالالتزام بتدابير صحية جد صارمة عند تشييع أقربائهم الذين اختطفهم الكوفيد. وفي بلجيكا كتبت يومية لسواغ أن مجموعة تراب البلاد انتقل إلى اللون الأحمر على الخريطة الوبائية الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بينما يظل جيران بلجيكا مقسمين بين اللونين الأحمر والبرتقالي. صحيفة فرانكفورت الرانشاو الألمانية كتبت من جهتها أن أمطارا غزيرة تهاطلت على نيويورك ليلة الأربعاء الخميس مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذي زرع الفوضى في شمال شرق الولايات المتحدة وأدى إلى إلغاء رحلات جوية وإعلان حالة الطوارئ في مناطق عدة.